أنا إنسان وإنسان مثلي، لا يمكن أن أقدم نفسي ولا يمكن أن أعرف عن نفسي من دون ذكر هويتي الجنسية، لأننا نعيش في مجتمعات لا تعترف بنا لحد الآن. كان لابد علي أن أتكلم عن الأشياء التي عشتها في الطفولة وفي المراهقة وعن ظلم المجتمع للمثليين وللمجتمع المين بصفة عامة. والفيلم ببساطة يتكلم عن مراهق مغربي في عائلة فقيرة في مدينة الدار البيضاء، وكيف هذا المجتمع العائلي أو الحي اللي هو ساكن فيه يقمعه ويحاول اغتصابه يعني تقريبا يوميا، وكيف هذا الطفل هذا المراهق يحاول الارتباط بهذا المجتمع. وهذا الشاب يمثلني أنا، يمثل التجارب والاغتصابات التي تعرضت لها عندما كنت طفل ومراهق في المغرب. كل مرة أشاهد شخصيات مثلي أو مثلية في أفلام عربية كان هناك إحساس بالتعاسة لدي، لأنهم كانوا دائما يعبرون عن مجتمع المي بطريقة كليشيهية، طريقة فيها ظلم كبير جداً.